بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية. وراح نكمل اليوم في سكشن بالكتاب 2.11. 2.11 الشاشة واضحة صح؟ واضحة الشاشة مظبوط؟ الشاشة واضحة، ردوا لي أما يرضى عليكم مسجات. تمام. Parseval's theorem for power signals. احنا بعدنا لحد الآن بالمراجعة، وراح نتكلم أو راح نوجد طريقة أخرى إن نوجد الأفرج باور. الأفرج باور أخذنا احنا للبيريودك سيجنال إنه الباور شو بيساوي؟ واحد على تي تكامل من سالب تي على اثنين لتي على اثنين اف اوف تي تربيع دي تي صح؟ اخذناها اي حتى بالصف الثاني. هيها البيريودك سيجنال انسوا الليمت مثل ما قلت، الليمت هاي بتكون النون بيريودك، احنا بدنا البيريودك. واحد على تي تكامل من سالب تي على اثنين لتي على اثنين اف اوف تي تربيع، واكيد التكامل اكيد الباور هي وحدتها وات. بطريقة وبنفس الوقت احنا اخذنا في المحاضرة الماضية انه بقدر انا الاف اوف تي بقدر انا اكتبها بدلالة ايش؟ السميشن، من ان بيساوي ما لا اسمها النهاية لما لا نهاية اف اوف ان اي قوة جي ان اوميجا نوت تي. قلت لكم انه الاف اوف ان بنسميها الفورير كوفيشنت، وخلينا نكمل نعوض بدل اف اوف تي نعوضها هون. شوف انا بالنهايه يعني انا عشان تعرف بالامتحان ويعني علشان تعرف بالنهايه انا راح يعني الاشتقاقات هاي اكيد مطالب بيها، ولكن يعني اغلب الاوقات لا تسال عنها. احنا بنسالك على يعني النتيجه النهائيه، هيها محطوطه ببوكس هون، بس انا بدي ابين لك اياها، يعني هي مطلوبه منك، بس انا بحب انك تعرف العلاقه النهائيه هي كيف وصلنا لها. انتوا بتعرفوا شو معنى كونجوجيت؟ الكونجوجيت نستخدمه للكومبلكس نمبر. يعني لو كان عندي نمبر كومبلكس نمبر 3 ناقص جي، الكونجوجيت له 3 زائد جي. اذا الكونجوجيت احنا بنغير اشاره الايمجينري بارت. وبنعرف احنا انه مثلا النمبر بالكونجوجيت بيعطيني الابسوليوت فاليو تربيع. يعني اف اوف تي تربيع شو بتساوي؟ اف اوف تي مضروبه في كونجوجيت للاف اوف تي. طيب الاف اوف تي شو هي؟ بنجيبها من التكامل من هون. اف اوف تي طبعا هون في ماينس انفينيتي، عشان تعرف ماينس انفينيتي منسيه يعني، بس ماينس انفينيتي. الاولى اف اوف تي السمشن من ان ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف ان اي قوه جي ان اوميجا نوت تي. الثانيه اكيد باخذ سمشن ثاني، مش لازم اخذ بس سمشن، باخذه ام مثلا السمشن من ام بيساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف ام كونجوجيت في اي قوه. شو الكونجوجيت تكون هاي؟ ماينس جي ام اوميجا نوت تي. هينا منها وهذا اللي عملناه. اذا الاولى هي اف اوف تي، الثانيه هي اف اوف تي كونجوجيت، واكيد احنا الاوميجا نوت بيساوي 2 باي على تي. ايوه طبعا انا اكيد بدي افترض ان الاف اوف تي هو قابل للتكامل بالفتره ما بين سالب تي على اثنين لتي على اثنين. الكوفيشنز هذول مش فانكشن اوف تايم، بقدر اطلعهم برا التكامل، هاي اللي طلعتهم برا التكامل كسميشنز. بصفي عندي واحد يعني سميشن من ام بيساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف ام مضروبه في سميشن من ان بيساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف ان كونجوجيت في واحد على تي تكامل من سالب تي على اثنين لتي على اثنين. الان اذا ضربت الاسس تجمع اي
قوة جي ام اوميجا نوت في تي مضروبة في اي قوة ماينس جي ان اوميجا نوت في تي. اذا ضربت الاسس تجمع، اذا ضربت الاسس تجمع، يعني هنحط اي والجي عامل مشترك والاوميجا نوت عامل مشترك والتي عامل مشترك ايه، وشو بصير في جوا ام ناقص ان دي تي. هون الان تيجي الماثيماتيكال تريكس اللي راح يظل المستمرات معانا من هون لنهايه الفصل. هذا التكامل، هذا التكامل يعني بالحل بطريقه سريعه، اما الام بتساوي الان او الام لا تساوي الان. اذا كانت ام بتساوي الان، الاي هو راح تكون قوه ايش؟ اي قوه جي ام ناقص ام اوميجا نوت تي، او ان ناقص ان اوميجا نوت تي. الام بيساوي الان، يعني اي قوه زيرو والاي قوه زيرو، شو التكامل؟ هذا التكامل راح يكون تكامل للاي قوه زيرو، يعني التكامل للواحد، صح ولا التكامل للواحد. هيا اذا الان بالنسبه للتكامل، بالنسبه للتكامل واحد على تي تكامل سالب تي على تي على تي على تي، اي قوه جي ام ناقص ان اوميجا نوت تي. اذا كانت الان بتساوي الان، اذا كانت الان بتساوي الان، شو شو جوا؟ واحد، صح ولا لانه اي قوة زيرو واحد، تكامل الواحد. شوف كيف، شو بيساوي تكامل كونستنت وفي عندك انترفل، يعني تي على اثنين ناقص ناقص تي على اثنين، يعني تي وتي على تي شو بيساوي؟ واحد. حلو. واذا كان ما بيساوي بعض، هذا الفانكشن هو بيريودك راح يكون، صح؟ اذا كانه ساين وكوساين، يعني مش انه بيريودك، يعني قصدي انه ساين او كوساين، صح؟ وبالتالي بيساوي صفر. انتم بتعرفوها القاعده، اخذتوها بالصفر. وبالتالي احنا عشان يكون في قيمه للتكامل لهون، لازم الان بيساوي الان، يعني الان بيساوي الان، خليها ان الان. اذا السميشن من ان بيساوي ماينس انفينيتي اف اوف ان، اف اوف ان كونجوجيت، بوحد السميشن بيطلع عندي الكوفيشنت ضرب ال كونجوجيت، شو بيساوي؟ الكوفيشنت سكوير. هذا الحكي بجوز صعب الان، انا بعرف الاشتقاقات الرياضيه هي ممله، يعني ويعني خليني اقول لك زنخه شوي، بس احنا خلينا نستفيد من العلاقه النهائيه. خلص انت الان استفيد من العلاقه النهائيه، يعني فور بيريودك سيجنال، فور بيريودك سيجنال بارسيفل ثيوري شو بتقول لك؟ انه البي بيساوي واحد الباور للبيريودك سيجنال، الباور للبيريودك سيجنال، الباور للبيريودك سيجنال بيساوي واحد على تي. هاي اخذناها، هاي الباور واحد على تي، التكامل من سالب تي على تي على تي على تي، يعني للبيريود اف تي تربيع دي تي. وشو بيساوي بالفريكونسي دومين؟ مجموع الكوفيشنت تربيع من ان بيساوي سالب من النهايه للمن النهايه. خلص قاعده هاي، اكتبها ولخصها عندك. خلينا نشوف المثال، خلينا نشوف المثال. حل محلول هون بدي افرجك فيها. Determine the average power of f of t بيساوي 2 sin 100 t. حلو. الافرج باور الان، الافرج باور of f of t بيساوي 2 sin 100 t، شو بيساوي؟ بدنا نطلعها، بدنا نحلها بطريقتين، بدنا نحلها مره بالتايم دومين ومره بالفريكونسي دومين. بالتايم دومين شو الحل؟ لاحظ الحل، اي تكامل هو هاي الباور شو بيساوي؟ واحد على تي تكامل من سالب تي على 2 لتي على 2 اف اوف تي تربيع. حلو؟ خلينا نحلها هون انا حالها. إذا حسب نشوف هاي الباور، طبعا احنا قلنا انه الار احنا بناخذ انه الباور دائما ابدا ناخذها زي كانها نورماليز على انه زي كانها
منقسم على الريزيستنس، بس احنا بناخذ بعين الاعتبار ان الار قيمتها واحد دائما وابدا. الار قيمتها واحد، احنا بناخذها نورماليز، الار قيمتها واحد يعني هون افرض انها واحد، يعني القانون واحد على تي تكامل من سالب تي على اثنين لتي على اثنين اف اوف تي تربيع دي تي. بدي نحلها بالطريقه الاولى هون ورد نحلها كمان مره بالطريقه الثانيه. الان الباور حسب القانون هذا شو بس ايوه قبل ما نبلش احنا شو القانون تبع العلاقه تبعتنا؟ اف اوف تي بيساوي 2 ساين 100 تي. خلينا نطلع التي كابيتال، نطلع البيريود. خلينا نطلع البيريود. كم نطلع البيريود؟ حدا بيتذكر؟ اللي جوا اللي جوا الساين مضروب بتي هو الاوميجا. صح؟ يعني الاوميجا نوت من هون شو بيساوي؟ 100 لانها مضروبه في تي. الاوميجا نوت بيساوي 100 راديان بير سكند. الاوميجا نوت بيساوي 100 راديان بير سكند. حسب القاعده ان الاوميجا نوت بتساوي 2 باي على التايم بيريود. وبالتالي التايم بيريود البيريود تايم هاي التي كابيتال بتساوي 2 باي على اوميجا نوت. يعني 2 باي على 100. يعني باي على 50. 2 مع 100 بتروح باي على 50 سكند. نيجي الان نعوض حدود التكامل. طبعا احنا قلنا من سالب تي على 2 لتي على 2 ممكن اقول انها من صفر لتي، ممكن اقول انها من سالب تي لصفر، المهم على بيريد كامله. اذا من سالب تي على 2 لتي على 2 حطيناها من 100 من صفر لتي. نيجي الان الار قيمتها واحد، الار قيمتها واحد. نعوض الان التي شو بتساوي؟ التي اللي بالمقام واحد، يعني هون شو بدها تكون؟ واحد على 2 باي على 100، يعني برفع ال 100 لفوق بتكون تحت 2 باي. هاي شو هاي؟ هاي يا اخوان هاي 100 على 2 باي شو هي؟ 1 على تي. 1 على تي من صفر لتي، اللي لاحظ هاي 100 على 2 باي يعني 50 على باي من صفر لتي. بربع الاف اوف تي، شو الاف اوف تي تربيعها؟ شو الاف اوف تي تربيعها؟ الاف اوف تي شو تربيعها؟ الاثنين تربيعها أربعة، الساين 100 تي تربيعها شو؟ ساين تربيع 100 تي. إذا أنت بتعرف تحل هذا التكامل حله. بس إحنا بدنا نعلمك تحله باستخدام المتطابقات المثلثية. وضروري جدا إنك تراجع هاي المتطابقات وتحفظها. الآن في متطابقة مثلثية إنه ال ال الواحد زائد كوساين 2 الزاوية بيساوي 2 في ساين تربيع الزاوية. 1 زائد كوساين 2 الزاوية بيساوي 2 ساين تربيع الزاوية. معناها ساين تربيع ثيتا شو بيساوي؟ 1 زائد كوساين 2 ثيتا على 2. هذا اللي صار. يعني ساين تربيع ال 100 تي شو بيساوي؟ نصف زائد كوساين 200 تي على 2. لانك انت صعب تكامل ساين تربيع تي، بدنا نحولها لبدون تربيع. نزل نزل الان بعد ما حطينا المتطابقه المثلثيه، اكيد ال 100 على 2 باي 50 على باي. من صفر لباي على 50، من صفر لباي 50. الان الساين تربيع 100 بتساوي نصف زائد كوساين ال 200 على 2. 4 في نص 2. زائد 4 كمان في لاحظ 2، 4 في نص 2 كوساين ال 200 تي. قسم التكامل. وزع التكامل. لما توزع التكامل انت الان راح يكون التكامل من 50، يعني 50 باي 50 على باي من 0 لباي على 50 2 دي تي تكامل، زائد نفس الشيء بس ايش؟ هاي البيريود اكسكتر، واكيد هاي تكاملها زيرو. راح يصفي عندك هون التكامل بس. شو الجواب راح يكون؟ 2 في باي على 50 ضرب 50 على باي، يعني ايش؟ الجواب 2. ولاني بطلع باور اذا الجواب راح يكون 2 واط. اذا هاي طلعنا الباور. اذا اجاك سؤال بالامتحان وهي ها بلشنا نركز ونحكي، اذا اجانا سؤال بالامتحان كيف تطلع الباور؟ انت حر بالطريقه اللي بدك اياها،
هاي طريقة تطليع الباور. إذا أنا مش محدد لك هذا أمر آخر، يعني تبدأ تحل بالطريقة اللي بدك إياها. هاي طريقة تطليع الباور بالتايم دومين. طب الفريكونسي دومين حسب القاعدة اللي استنتجناها واللي اشتقيناها. هاي القاعدة الفي بيساوي المجموع للفورير كوفيشنتس تربيع من ان بيساوي سالب انفينيتي لانفينيتي. الاف اوف تي بيساوي 2 ساين مي اي تي. الان مهمتك تطلع انت الكوفيشنتس، انت تطلع الكوفيشنتس. بتقدر تطلع الكوفيشنت انت الان باستخدام القاعده او باستخدام هاي الماثماتيكال تريك. هذول الماثماتيكال تريكس استخدموها كقواعد لكم بالحل. انتوا بتعرفوا انه الفوريير الاكسبوننشال فوريير لازم، يعني لازم زي كانه الحدود مضروبه في اكسبوننشال جي اوميجا نوت. الان خلينا نشوف هاي الماثماتيكال تريك كيف راح تفيدنا. احنا بنعرف قاعده رياضيه ثانيه، كمان قاعده رياضيه بدك تفهمها. انتوا بتعرفوا انه ساين الثيتا، ساين الثيتا بيساوي اي قوة جي الثيتا تي، مثلا ساين الثيتا اكس بيساوي اي قوة جي ثيتا اكس ناقص اي قوة ماينس جي ثيتا اكس على 2 جي. على سبيل المثال الساين 100 تي، الساين 100 تي شو بيساوي؟ اي قوة جي 100 تي ناقص اي قوة ماينس جي 100 تي على 2 جي. انا عندي 2 ساين ال 100 تي، اكيد 2 هون حضرب 2 هون. 2 ساين ال 100 تي شو بدها تساوي؟ اي قوه جي 100 تي ناقص اي قوه ماينس جي 100 تي على جي، لانه المضروبه هاي ب 2. طيب هون شو ممكن العب بيها؟ وزع الجي، وزع البسط على المقام. يعني راح اصفي اي قوه جي 100 تي هي على جي ناقص اي قوى ماينس جي 100 تي على جي، وزعها على جي. بس شو عمل هون؟ زائد وحط الناقص تحت بالمقام. يعني ما بتعرفوا زائد في ناقص ناقص. الخطوه الثانيه ارفع الجي على البسط. انت بتعرفوا اذا رفعنا الجي، الجي هو كومبلكس، هو 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 الايمجينري نمبر. يعني معناها شو هو الجي اللي بتذكر الجي؟ أنا بحكي وبتمنى أنكم تكتبوا هاي المعلومات، وهي مكتوبة بالكتاب يعني هي ملخصها. بس الجي هو الرقم اللي زاويته 90، صح؟ ولما برفع أنا الكومبلكس نمبر أو الجي لفوق بغير إشارته. يعني الجي بالمقام شو بصير بالبسط؟ ماينس جي. إذا ماينس جي إي قوى جي 100 تي زائد، طب هاي ماينس جي رفعتها لفوق شو بتصفي؟ جي إي قوى ماينس جي 100 تي. هذا الشكل هو نفس شكل الفورير اكسبوننشال فورير، صح؟ نفس الشكل، مظبوط. هاي اللي هون اي بطلق عليها اف 1 الماينس جي، وهاي اللي هون المضروبه في الماينس جي 100 تي بطلق عليها مثلا اف الماينس 1. يعني المهم هاي كوفيشنت وهاي كوفيشنت، حلو. هاي كوفيشنت وهاي كوفيشنت، عندي بس تو كوفيشنتس، عندي تو كوفيشنتس اللي هن واحد مضروب بال اي قوه جي اوميجا نوت تي، والثاني مضروب بال اي قوه جي اوميجا نوت ماينس تي. الان اللي هون واحد، الان اللي هون ماينس واحد. يعني اذا هاي الكوفيشنت الاول اللي هو ماينس جي، الكوفيشنت الثاني جي. خلينا نرجع للقاعده. الباور شو بتساوي؟ مجموع الكوفيشنت تربيع. طب الكوفيشنت الاول شو هو؟ جي مثلا هون، والثاني ماينس جي. جي تربيع قديش؟ واحد. والماينس جي تربيع قديش؟ واحد. حدا بقدر مش فاهم هاي؟ الجي تربيع واحد والجي والماينس جي تربيع واحد. هاي مهم جدا جدا تعرفوها. هذول مهمات جدا. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟
زميلتكم او زملائكم المحاضره الماضيه او اللي قبليها قالوا لي انه نعطي مجال الاسئله نص المحاضره. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ وين مؤمن؟ يعني مؤمن انت هسه همك جروب الماده؟ اوميجا نوت ماينس 100 وعند الاوميجا نوت 100 قيمه الاف اوف ان تربيع 1 و1. هاي بنسميها الباور سبيكترم. الان بدنا نتكلم على سنجولاريتي فانكشنز. هذول الفانكشنز اللي هن مش حقيقيات في الريال لايف ولكن احنا بيساعدنا يحل المشاكل الرياضية. أول واحد منهم هو اليونت امبلس فانكشن أو داير دلتا فانكشن. اليونت امبلس فانكشن، اليونت امبلس فانكشن. دلتا تي. تعريف الدلتا تي أنتوا أخذتوه بالسيجنال إنه الدلتا تي تساوي صفر عن تي ما بتساوي زيرو. يعني هيك وشايفين هون. الدلتا تي بتساوي صفر كل مكان ما عدا عند الصفر بتكون انت طالع لفوق انت. هاي هذول الان انا ما بديش يعني انا هون ما بدي يعني اشتق كل خاصيه من هاي الخصائص لانه ما معنا وقت، ولكن احنا بدنا نستخدم الخصائص الموجوده والامثله الموجوده هون ونبلش نحل امثله، يعني هو كله مطلوب بس احنا يعني كله مطلوب. نبلش في هذول، يعني الدلتا تي بتساوي زيرو عن تي لا تساوي زيرو. والتكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي الدلتا تي اللي هي السيجما تي او الدلتا تي دي تي بيساوي واحد، اللي هي الاريا اندر ايبر فانكشن، هاي الاريا. وهي تعريفها. هي الدلتا تي. في خاصية بنسميها سيفتنج بروبرتي، سيفتنج بروبرتي اللي هي أي سيجنال اف اوف تي التكامل من A ل B اف اوف تي مضروبة في دلتا تي ناقص تي نود دي تي شو بتساوي هاي؟ بس قيمة الفانكشن عند التي نود، لأنه هو معرف هذا الدلتا تي بس عند التي نود، معرف عند التي نود. إذا اف اوف تي نود والتكامل من A ل B دلتا تي ماينس تي نود، واحنا بنعرف انه حاصل هذا التكامل هو واحد، وبالتالي لاحظ الجواب كيف صار. التكامل من A ل B اي سيجنال مضروبه بدلتا تي ناقص تي نود بيساوي قيمه هاي السيجنال عند التي نود اذا كانت شرط مهم جدا 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 التي نود ما بين الA والB وصفر اذروايز. هاي سيفتنج بروبرتي. خلينا ناخذ هذا المثال ونبلش. هاي امثله بتيجي في الامتحان. هاي امثله شو؟ بتيجي في الامتحان. اسئله سريعه بتجيب منها. تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي اي قوى كوساين تي سيجما تي ناقص باي. اذا الان هذا الدلتا تي معرف عند اي قيمه؟ بس عند التي بيساوي باي. بس عند التي بيساوي باي. هل الباي ما بين السالب انفينيتي والانفينيتي؟ نعم. وبالتالي شو بتساوي؟
اذا كانت هاي اف اوف تي راح تكون بتساوي الجواب تبعي شو راح يكون اف اوف تي نود التي نود اللي هي الباي يعني كوساين التي شو راح يصير كوساين الباي يعني اي قوه كوساين الباي. طب كوساين الباي قديش؟ هاي كمان لازم تكون حافظها. كوساين الباي قيمته قديش؟ سالب واحد. اي قوه سالب واحد بدك تصل للجواب النهائي. بدك تصل للجواب النهائي، الله يرضى عليك. بدك تصل للجواب النهائي. هذا سؤال بيجي في الامتحان. Example. Evaluate التكامل من واحد ل infinity equal minus x تربيع دلتا x dx. طب هاي الدلتا x مش موجود ناقص اشي. مش موجود ناقص اشي. نيجي كمان مرة على التكامل عشان نجاوب نشوف كمان مرة نيجي هاي قاعدة يا اخوان قاعدة التكامل من A ل B F of T سيجما T ناقص T نوت دي T شو بيساوي قاعدة إذا كانت التي نود من ضمن الفترة A إلى B الجواب بيكون قيمة F of T عند التي نود otherwise zero. نيجي على المثال F of T هون شو هي F of T؟ F of T اللي هي هون E قوى كوساين T إلو E قوى كوساين T الآن سيجما T ناقص T نود التي نود شو قيمتها هون؟ باي هل الباي من سالب انفينيتي لانفينيتي ضمن الفتره؟ نعم وبالتالي شو الجواب راح يكون لهذا التكامل؟ اف اوف تي نود اف اوف تي نود شو هي؟ اي قوى كوساين التي نود والتي نود تبعت اللي هي باي يعني اي قوى كوساين الباي هاي الجواب اي قوى كوساين الباي كوساين الباي شو قيمته؟ سالب واحد يعني اي قوى سالب واحد يعني 0.368 نيجي الان على هون انا ترى بقرا الملاحظات وانا يعني بحل وبقرا الملاحظات يعني اللي بكتب اي شيء بقراه ترى وبحل يعني بعيد حسب اللي بقراه يعني الان التكامل من واحد لانفينيتي اي قوى اكس تربيع انسوها هاي سيجما اكس دي اكس هسه هاي سيجما اكس مش نفسها سيجما اكس ناقص زيرو اكس ناقص زيرو صح ولا اكس ناقص زيرو يعني سيجما تي مش نفسها سيجما تي ناقص زيرو يعني تي نود هون شو هي او الاكس نود هون بدها تكون زيرو هل الزيرو من ضمن الفتره واحد لانفينيتي؟ لا الزيرو برا الفتره إذا المباشرة شو راح تكون؟ هي زيرو اذروايز لأنه التي نوت تبعتي مش من ضمن الفترة من A ل B. الصفر تبعي الصفر مش من ضمن الفترة من واحد لـ انفينيتي. واضح؟ الصفر مش بالانترفل. نيجي الآن هون تكامل من واحد لـ 100 لوج التي سيجما تي ناقص 10. هل العشرة من ضمن الفترة؟ نعم من ضمن الفترة. إذا مباشرة شو الجواب تبعها يكون؟ لوج التي نود، التي نود اللي هي 10 لوج العشرة، لوج العشرة شو بيساوي؟ أنتم بتعرفوا اللوج هذا الأساس 10 صح؟ يعني لوج العشرة العشرة، واحد أكيد لأنه العشرة قوى واحد 10. هاي مساحة يا إخوان، هاي تكامل مساحة، لاحظوا هون. ليش هون التكامل لهاي يعني هاي القيمه كلها طلعت اف تو نود لانه هاي التكامل عباره عن المساحه للدائره دلتا فانكشن اللي هي بيساوي واحد يعني العلاقه عشان تعرفها بس بشرط تكون التي نود من ضمن الفتره من اي الى بي هذا الشرط تبعي نيجي الان على بعض الخصائص اللي راح تستمر معنا ومثل ما حكيت لكم هاي الخصائص انا باخذها
يعني كتحصيل حاصل. بس خليني إذا نيجي الآن على هاي الخصائص. هاي الخصائص راح تستمر معانا من هون لنهاية الفصل. نصيحة إلك وأنت حر، نصيحة إلك حتى ترى يعني هاي الخصائص العامة ترى بتظل مستمرة معك، حتى يعني راح تحتاج لخصها واكتبها على اكتبها، مش لخصها عشان تغشها، لخصها واكتبها. الآن هاي الخصائص، اولا الاريا التكامل A ل B الدلتا ل T ناقص T نود دي T بيساوي 1، شرط تكون T نود بين A وال B. الامبليتيود الدلتا T ناقص T نود بيساوي 0 اكيد لما تكون قيمة T ما بيساوي T نود، وعند يعني الدلتا يعني هاي اللي هون عندها يعني عند T نود او طبعا قصدها T نود undefined، هاي اريا بيكون السهم طالع لك هاي هون تي نوت مش صفر تي نوت. اكيد الدلتا تي بيساوي الدلتا ماينس تي. هاي مهمه جدا 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 التايم سكيلينج، وبيجي عليها اسئله بلاوي بالامتحان. الدلتا اي للتي بيساوي 1 على الابسولوت فاليو للاي دلتا تي. خلص احفظها، مش طالبك مش تقاطع انا، احفظها. بس احتفي عليك من خلال الامثله. الان مثل هذا المثال. Evaluate the definite integral أو الانتجرال التكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي تي تربيع اي كوساين تي كوساين 2 تي. اها هسه هون اللي صفت عندك دلتا شو؟ 2 تي ناقص 2 باي 2 تي ناقص 2 باي. لاحظوا الامثله اللي كنا نعرض لكم اياها قبل شويه كانت الدلتا، يعني لاحظ الفاريبل تبعي الفاريبل شو يعني الفاريبل؟ الفاريبل ترى اللي هو هذا اللي انا بكامل عليه، يعني انا على ايش بكامل دي تي؟ التي تبعتي مضروبه بواحد. انا على ايش بكامل اكس؟ الاكس تبعي مضروبه في واحد. انا على ايش بكامل على التي؟ التي مضروبه في ايش؟ في واحد. الان في عندي انا بكامل على التي، التي مضروبه بايش؟ شو؟ باثنين. هاي كيف حلها؟ بدي اعلمك البروسيجر لحلها سريع. اول شيء بخلص من سلافه السكيلينج على حسب هاي القاعدة اللي هي الان، يعني الاي تبعتي هون قديش؟ اثنين صح؟ الاي تبعتي اثنين، يعني شو راح تصفي هاي؟ شو راح تصفي؟ يعني هاي شو راح تصفي؟ مين بيعرف؟ حل بالاول السكيلينج، يعني الدلتا 2 تي ناقص 2 باي شو بتساوي؟ 1 على 2 واحد على اثنين، طبعا قيمة الفاليو لشو؟ لدلتا تي ناقص باي. شفت كيف؟ لان اثنين تي هيها اثنين تي بيساوي اثنين باي، تي بيساوي باي، يعني المهم يعني راح تصفي شو؟ هاي 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 الان هاي اللي هون اللي هي الدلتا اثنين تي ناقص اثنين باي شو راح تساوي؟ نصف يعني القيمة الابسولوت فاليو نصف الدلتا تي ناقص باي نص دي تلتا ناقص باي دلتا تي ناقص باي، وهي النص حطيته هون، هي النص برا. حلو خلص ما ظلش شيء. الشيفتنج الان للتي بقديش؟ باي صح ولا؟ الشيفتنج الان باي، عوض الباي. الباي هل هي من سالب انفينيتي لانفينيتي؟ نعم موجوده من سالب انفينيتي لانفينيتي الباي. عوضها اذا باي تربيع اي قوى ساين الباي كوساين 2 باي هذا هي، ومضروبه بالنص، النص اللي جاي من هاي. يعطيك العافيه. النص بنزل مثل ما هو، الباي تربيع باي تربيع اي قوى ساين باي قديش؟ 1 كوساين 2 باي 1 باي تربيع. اول شيء انا نصيحه لك، انا كتبتها هون بالاحمر حتى امبارح كتبتها،
اول شيء حل سلافه السكيلينج، وثاني شيء حل الشيفتنج او السيفتنج. ايفالويت ذا ديفينيت انتجرال كمان وحده نفس الشيء، هون واحد ناقص باي تي. اذا التي تبعتي اللي هون السكيلينج بقديش؟ احنا بنعرف بايش السكيلينج. اذا بدك تعرف كيف صار السكيلينج، انت اذا حاب تعرف السكيلينج حلها بالطريقه هاي. خلي هاي بتساوي زيرو، خلي هاي بتساوي زيرو لجوا الدلتا، 2 تي بيساوي 2 باي تي، او لا هاي السكيلينج. هاي بايش صار السكيلينج؟ الواحد بيساوي باي على تي، تي بيساوي واحد على باي، صح؟ ما هي مضروبه في باي. السكيلينج فاكتور احنا بدنا اياها، يعني هو السكيلينج اذا بدي اياك تفهمها انا بالنهايه هون بدي اياها تي لحالها، يعني مضروبه في واحد. شو الاشي اللي بضربه هون بخليها واحد؟ هيها يعني الان هاي بدي اياها تي، بايش اضربها عشان تصير تي؟ بنص. هاي بدي اياها تي، بايش بضربها علشان تصير؟ بايش؟ بواحد على سالب باي، صح؟ بواحد على سالب باي علشان تصير تي. بس كان الفاكتور اي بيساوي سالب باي. عوض الان وبطلع معك الجواب السيفتنج بروبرتي. هذا سهل كثير. اليونت ستيب فانكشن، اليونت ستيب فانكشن شو هو؟ اليو اوف تي ناقص تي نوت بيساوي واحد لما تي اكبر من تي نوت، وصفر لما تي اقل من تي نوت. نيجي الان هون هاي رسمته. احنا بنعرف كقاعده انه التكامل من سالب انفينيتي لتي سيجما تاو ناقص تي نوت دي تاو بيساوي يو تي اوف ماينس تي نوت، يعني التكامل للدلتا بيساوي يونت ستيب فانكشن، ومشتقة اليونت ستيب فانكشن هي الدلتا. واكبر مثال على ذلك هذا المثال اللي هو كومبيوت اند جراف ذا ديريفيتيف اوف ذا ريكتانجولار بارس شفون. هذا البلس فانكشن هو عباره عن شو يا اخوان؟ البلس مش هو عباره عن يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص تي نوت، صح ولا لا؟ ما هو اليو اوف تي مش هو عباره عن يو اوف تي، هاي يو اوف تي ناقص يو اوف تي نوت، صح؟ هذول مع راحل مع بعض حيصفي عندي هاي اللي هي هون مبينه. احنا بدنا الديريفيتيف، احنا بدنا الديريفيتيف. شو مشتقة اليو اف تي؟ دلتا تي. شو مشتقة اليو اف تي ناقص تي نوت؟ دلتا تي ناقص تي نوت. اليو اف تي ناقص يو اف تي ناقص تي نوت، الدلتا تي هي رسمتها، والدلتا تي ناقص تي نوت لفوق رسمتها عند التي نوت، بس لانها ماينس بتكون لتحت. اخر مثال هون بدنا نطلع ال اف اوف تي بيساوي يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 3 ناقص كي دلتا تي ناقص 4. حدد قيمة كي، هاي سؤال بيجي بالامتحان، حدد قيمة كي.
اللي بتخلي تكامل هذا الفانكشن من سالب انفينيتي لانفينيتي اف اوف تي دي تي بيساوي زيرو. طيب انا بعرف انه يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 3 زي هذا اللي حكينا عنها، الاف اوف تي مش بيساوي يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص تي نوت. هون نفس الشيء، اليو اوف تي ناقص اليو اوف تي ناقص 3 بيساوي هذا الريكت بالس، الريكتانجولار بالس. طب تكامله هذا شو تكامله من سالب انفينيتي لانفينيتي؟ شو تكامله؟ للمساحه، صح ولا؟ المساحه الطول في العرض. هيو تكامل اليو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 3 من سالب انفينيتي لانفينيتي، من سالب انفينيتي لعند الزيرو، بعدين من زيرو لعند 3، بعدين من 3 لانفينيتي. من سالب انفينيتي لعند الزيرو زيرو، من 3 لعند انفينيتي زيرو، اما من 0 ل 3 التكامل لواحد بيساوي 3. طيب الان خلينا نوزع، هاي التكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 3 ناقص التكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي كي دلتا تي ناقص 4. حلو؟ هذا انا عارفه 3 بظلها ناقص كي، الكي بطلعها لبرا. هاي بتعامل يعني شو تكامل البلس؟ واحد. اذا 3 ناقص كي بيساوي زيرو، معناها كي بيساوي 3، وهذا سؤال بيجي مثله بالامتحان، سؤال بيجي مثله بالامتحان. ان شاء الله راح نكمل في تشابتر 3.